السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم الأسبوعي 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية شادا تيفي. اليوم إن شاء الله كان ما يتقال، عطى الله ما يتقال. اليوم شوية الأمور لا تبشر بالخير، ماشي تلهي على مستوى الكرة الوطنية، فلذلك هي عنواننا الأبرز في فقرة النقاش والتحليل. أشكال الفار غادي نخصوها إن شاء الله للبطولة الوطنية، غادي ماشي البطولة الوطنية في الكلاسمو هذا، لا غادي نخصوها ما وقع للرجاء البيضاوي وما وقع للوداد البيضاوي، وغادي نخصوها كذلك للمنتخب المغربي المشارك في الجزائر في كأس إفريقيا لتحت 17 سنة إيديسات. المنتخب المغربي اللي غادي بخطة ثابتة وعنده ربع نهاية قاصحة بزاف ضد المنتخب الجزائري. من دابا بدات يروج حولها أخبار حول هذه المباراة والقيل والقال، احنا غادي نتكلموا ونناقشوا الأمور، وكذلك غادي نتكلموا في أشكال الفار على المنتخب المغربي والقرعة اللي حطته في مجموعة صعبة المنتخب المغربي تحت 23 سنة. هادو جوج ديال المسابقات مهمين بزاف بالنسبة لإيديسات أو تحت 17 سنة هي مؤهلة لكأس العالم. ملي تنهضروا على هذا الكأس الإفريقي اللي كاين في الجزائر، ملي تنتكلموا على كأس إفريقيا تحت 23 سنة اللي غادي يحتضنها المغرب إن شاء الله، هي مؤهلة للألعاب الأولمبية. فبالتالي بجوجهم المباريات بجوج أو المسابقات بجوج مهمة ومهمة ومهمة بزاف أن المنتخب الوطني المغربي بحال مثلا لإيديسات كارد فينال خصو يربح ضد الجزائر، لأن يعني هذيك المباراة هذاك ربع نهائي هو اللي مؤهل لكأس العالم. إلا تقصيتي ما غاديش تجوز كأس العالم على أي. هادشي غادي نناقشوا إن شاء الله، فبقوا معنا ما تمشوش بعيد. بطبيعة الحال إيمان في التيران، البطولة الوطنية وأخبار الكلاسمو، الفرق الأولى المصارعة على اللقب، الفرق أسفل الترتيب اللي تتصارع وتتقاتل باش تبقى ضمن ال ضمن بريمير ديفيزيون ضمن شي، ولكن عرفتي حسين خرجت علينا فرنسا. لا ماشي خرجت علينا فرنسا، لانه اسفل الترتيب فكاين المباريات اللي حارقه جدا حارقه جدا, جداً, جداً وهي اللي تسلطات عليها الاضواء هذه المره اكثر من الجيش، اكثر من الرجاء، اكثر من الرجاء، اكثر من الوداد، اكثر من الفتح على اي. وكذلك عندنا خبيرات على السريع، وخليني نرحب بعبد الله الناصر. السلام عليكم سي عماد، كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله مزيان صافا الحمد لله. عيطت انا لعبد الله قبل اليوم على اساس انه راه في بروكسل. الو سي عبد الله، باغي نقول يلا، باغي نقول ليه وعلى سلامتك كي داير هذيك البلاد، ويقول لي باقي نشد لنا الجواد ديال البلاد، كي غادي يشدوك حتى الجواد ديال 100% فار. مازال شويه الخدمه عليها، باقي الخدمه ياك، باقي عندك الخدمه مع الفراغ ياك ليتيج داك الشيء ليتيج. وما تبدا الخدمه عند عبد الله ناصر؟ دابا كاين ثلاثه الدراري بادين باش نخرجوا ان شاء الله، ما نقدرش نقول السميات حيت مازال ما وصلنا. تخرجوا من المغرب؟ من المغرب، كاين ثلاثه اللعاب. مزيان، اديهم لاوروبا. اوروبا ما كاينش، حنا ما تخدمش مع بيت جولف. برافو، لا داعي لذيك الاسماء، واخا بغينا شي سكوب. انا راه باغي غير هنا يبقاو عندنا هنايا، واخا بغينا شي سكوب. لا 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 سكوب ما نقدرش. العار والله ما نقدرش. يعطينا الفرقه. ها؟ الفرقه. اللي غادي يمشيو؟ الفرقه من الديانة. لا ما نقدرش. ولا قلت لك الفرقه تعرف شكون. انا مدير من جهه طرف الخمس اللي شركنا جميعا. لا لا. والو. يالله سي شوف ما درتش هادشي ان شاء الله نعطيك حتى الاول سكوب ما نحرجكش. يالله سي عبد الله بالتوفيق ان شاء الله. غادي نمشيو لفقرتنا الاولى على السريع. لا ما تخافش ما تخافش الله صافي. شوف رفع القلم، دابا رفع عليك القلم، ماشي مشكل، ولكن بلاتي وقيلا السيمانه الجايه والو ما نتفك معك، تعطيني شكون على الاقل تعطينا الفرقه ان شاء الله. ان شاء الله اسيدي بالتوفيق. امين ربي. حنا اللي تنتمناو ان المستوى ديال اللعابه ديالنا يتطور بالاحتراف ديالهم في فرق اوروبيه ان شاء الله. يلا خلينا على السريع البدايه. البطوله الوطنيه ايقاع يشتعل ومخاض عسير، غادي نفهموا اكثر في ايمان
في التيران حول المخاض العسير وكيف تشعل البطولة. حكيم زياش يدخل بديلا في الجولة الثانية ويهدي تمريرة الهدف الثاني للبلوز بعد غياب استشاط منه غضبا. مزراوي يمرر تمريرة الكبار، وخليني نسطر تحت الكبار، يمرر تمريرة الكبار للاعب الثاني، والأخير يسجل ويثني على المزراوي، وهذه هي اللقطة بالضبط. البارسا متشبتة بالمرابط، وتقارير إعلامية تؤكد أنه خليفة بسكتاس. أمين يمال اللي تكلمنا عليه ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة، الأول في لائحة أفضل المواهب الصاعدة في الفرق الكبرى الأوروبية. دارت واحد اللائحة ديال أفضل 10 لاعبين صاعدين، يعني 15 عام 14 عام 16 عام في أوروبا اللي تلعبوا في فرق كبرى. أمين يمال جا هو الأولاني، شرف للكرة المغربية إن شاء الله إلى التحق بنا، وشرف للمغاربة واخا ما يلتحقش ماشي مشكل. كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة بالمغرب، محطة تأكيد الأفضلية. ونختم بعنوان مزلزل. فيصل العريشي رئيس اللجنة الأولمبية المغربية يعيش مخاضا عسيرا وسط غضب الكثير من رؤساء الجامعات. يلا هذه أخبرنا على السريع. شكون اللي بغى يدير تعليق على موضوع أو عنوان معين؟ زياش. زياش يلا. مدرب جديد اللي جاي إن شاء الله. تضرب بوكيتينو ما يخليش يمشي. ياك. حيت هو ملي كان في توتنهام كان ديجا باغي. حيت هو ولوكاكو. دونك لوكاكو غادي يرجع وما يخليش يمشي دونك. راه دخل في الدوزيام ميطون دار واحد تقريبا لعب واحد تقريبا نقولوا 35 36 دقيقة طوب. كان تحركاته رائعة، كان طوب، كان كل شيء أثنى عليه، كل شيء أثنى عليه، بما فيهم اللي عطى التمريره باش تمارك البيت، كلشي مشى عنده تيصفق عليه. وهاد القضيه هادي اللي كنشوفوها بزاف يعني باللاعبين المحترفين المغاربه، انهم رغم ما كيتعطاو المش يعني لو طون دو جو ديالهم اكبر، ولكن فاش كتحطهم يعني وكتكون محتاج ليهم فهما كيديروا الفارق. بحال حكيم زياش كنشوفوا اكرد، كنشوفوا بزاف ديال اللاعبين ما تعطاهمش الحق ديالهم 100% بداعي الاصابه بداعي الاختيارات ديال المدرب. هنا ملي كنشوفوا حكيم زياش بزاف ديال المقابلات ما لعبهمش، دخل لهاد المباراه دار الفارق. اكثر من ذلك ماشي عمل في المقابله انت مورامو لعب ضد مانشستر يونايتد. ايه لا وي، ولكن ما واخدش لو طون دو جو ديالو. زياش شحال لعب من المباراه من بعد يعني كاس العالم. دابا حنا هضرنا على داك الشيء دونك الجوار ماروكان اصبوا ما عندوش لا فالور اللي كخصو يكون عنده ابري لا كوب دي موند. حنا لا كوب دي موند تقول لك وناحي برشلونه، حنا في هذا البلاطو قلناها كان جوج وي عندك سميتو مرابط وي حكيمي اللي تي كوتوي بارسون انسان كلوب ريال مدريد دي دالي كوليس ميطرا له مشكل حيدو يديهم هاد جوج وي مي بور لو ريست ما كاين حتى واحد. ونفس الامر اللي قلتي على حكيم زياش يتقال على المزراوي. المزراوي رغم انه كان المورال ديالو في الحضيض، وتعرفوا التعليقات اللي صاحبه المزراوي من اللي ما تيدخلش بزاف الى اخره، وكان تيكون في البونتوش، وكان هو يعني احسن ظهير اي صار بالنسبه لبايرن ميونخ. حتى واحد الوقيته لقيناه في البونتوش هو هضر وقال بانه يعني هذيك انا هنا ومساعد وتيتريني الى اخره، في حين ان المدرب كانت عنده شوف اخرى. مدرب راه قلت هذيك السيمانه قال بالحرف لو لكان المزراوي احسن ظهير ايمن او ايسر فراه غادي يلعب. يعني راه المزراوي بالنسبه لي انا كمدرب ديال باير بالنسبه لي ماشي هو الاولويه، راه عندي محسن من هكا. اليوم المزراوي او في الويكاند المزراوي من اللي دخل دار ماتش كبير، ولا باس اللي عطى ساني غريب واعره تيديروها الناس الكبار بزاف. دابا شتي واحد لاباس في العمق ورا ظهر لاعبين تعطيها اللي كيف كره وشبعان كره وخاتر كره كما تنقول. لا هو دابا ولي اليز ادروات مع دابا كومان قدامه، حيت كومان كان اغوش، دابا رجعوا كومان ادروات وماني اغوش، دونك مع كومان تطلع وتهبط
وتا المانجمنت ديالو يسون فور باش باش ميتر لا بريسيون سور لو كلوب باش يلعبوا سي با فاسيل راه الى مي لا بريسيون بدي يقول لك انا خصني نلعب شوي با تروزيام كاتريام دونك المانجمنت ديالو تيخدمات هضرت مع الكلوب ديال مع الكلوب بلوس برشلونه باغيه دونك حسن يلعبوا حيت هذاك اللي يلعبوها فان 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 ما عندوش المستوى ديال هذا نعم صح بافار بافار ما عندوش المستوى صح دونك لحيدوا هذا شكون غادي يديروا في بلاصته ما كاينش وربما هذه هي القراءه اللي بدات تتبان الان طاقم تقني ديال بايرن ميونخ حتى ان ساني ملي ماركا من خلال لاباس ديال مزراوي مشى عند تعيط المزراوي تقول لي اجي جا عنده بقى تشكر فيه تيتني فيه بحال انت اللي كاين انت انا ما درت والو كما لاباس ديالك اللي كانت ذكيه بزاف وخطيره بزاف على اي البارسا متشبته بالمرابط هذا عنوان زوين بالنسبه لصالح المرابط ومتشبته به وباغا حتى ان تقارير اعلاميه راك تتعرف واحد القضيه تطرى دائما في العديد من الدول عندهم واحد السياسه فعلى مستوى الدعايه الاعلاميه مثلا انا باغي عبد الله كبريزيدون باغي عبد الله يلعب ليا ولكن ما نقدرش نخرج بالتصريح الرسمي نقولها راه عبد الله غادي يجي للبارسا مثلا اش ندير عندي اصدقاء في الاعلام تنقول لهم يلا بداو ديروا تقارير على عبد الله بانه هو الاقرب لتعويض بوسكيتاس وهذا الشيء اللي طرى للمراه اغلب الصحف الاسبانيه كتبت بان الاقرب لتعويض بوسكيتاس هو المرابط كاين جوج فرق كاين ليفربول وكاين برشلونه تضربوا على الهدام داير لي كوليس والاقرب كنظن البارسا البارسا الاقرب لانه شاهدنا يعني في الماتش بزاف واخا مشى يعني مغطيو داكشي قبل يعني من الميركاتو الشتوي شفنا يعني كان في يعني في الملعب ديال البارسا وكانوا فوالا كان جا اللي ما بغاتش المشكل دابا ماشي المشكل دابا المدرب كسافي شاف بوسكيتس سي فيني الريتم اللي بغى يلعب بغا يجي يلعب القدام خاصو كاسور وان كاسور اللي كاسور اللي ماشي تيلعب الكره كاسور كاسور حيت ديجا كاين اللي يلعب كره ديجا تلعب الكره فوالا والمرابط اقرب الى البارسا ان شاء الله غادي نشوفوا المرابط في برشلونه يلا انا الى بغيت نعلق على شي عنوان من العناوين بطبيعه الحال نعلق على فيصل العريشي رئيس اللجنه الاولمبيه المغربيه يعيش مخاضا عسيرا وسط غضب الكثير من رؤساء الجامعات هذا الرجل وما أدراك ما هذا الرجل تبارك الله مناصب كثيرة يحظى بها ما يهمنا الآن ما يهمناش منصبه على رأس لاسينيغتي ولا شي حاجة احنا ما يهمنا الآن هو رئيس اللجنة الأولمبية المغربية تتعرفوا بأنه إلا ما تتعرفوش احنا نقولها لكم تتعيش واحد المخاض صعب جدا هو أنه بعض الجامعات رؤساء الجامعات ولا أغلبها انتفضوا ضد العريشي انتفضوا العريشي الذي عمر في اللجنة الأولمبية المغربية منذ 2017 الآن انتفضوا هناك مطالبة بجمع عام هناك مطالبة بأشياء كثيرة جدا هناك قاع وصلت أنا تبعت الملف وشفت العديد من الخرجات الإعلامية إلى آخره وكين بلاغات وكين هادشي كامل حتى أنه يعني لاموا كثيرا فيصل العريشي أنه يعني أقصى في تجمعاته بعض الجامعات اللي ربما هي ما تتمشيش معه في التيار ولا تسبح معه في التيار حسب قولهم وحسب ادعاءاتهم مستقبل الأيام غادي يبان لنا أشنو كين هذا موضوع مهم جدا 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 وجدا وجدا كما قال كاظم الصاهر يكون يعني الجمع العام ولكن وقعوا اشياء نعم. في الكواليس اللي خلات هذاك الجمع العام انه ما يكونش صح صح كما ذكرت يا حسين يعني بزاف الجامعات اللي عطاو الظهر ديالهم كما كنقولوا لفيصل العريشي حنا ما يمكنش نعرفوا لانه ما كاينش ما عرفناش الكواليس الداخله شنو كاين غيقدر يكون جمع عام هنا المستقبل باش نعرفوا المصير ديال فيصل العريشي واش غيكمل اولا غيتحبس هو يعني السور غادي يكون والانتخابات اللي غادي توقع ستفرز صناديق الاقتراع ستفرز اما استمرارية فيصل العريشي واما فيصل العريشي في الاوت وحده من الجوج على اي احنا هذا الموضوع هذا سندقق فيه وغادي نجيبوا تفاصيله وغادي نجيبوا ضيوف اللي غادي يتكلموا عليه لان موضوع مهم جدا المؤكد جدا
وجدا وجدا كما قال كاظم الساحر، وأن الحصيلة ديال الألعاب الأولمبية المغربية ديال المشاركين في الألعاب الأولمبية المغربية تقريبا منذ تولي فيصل العريشي هزيلة جدا وتكاد تكون منعدمة في محطات. نعطيكم آخر مكين، ذهبية البقالي. في الوقيته اللي كنا تمشيو الالعاب الاولمبيه ترجعوا بواحد 6 ميداليات ذهبيه ولا 5 ولا راجعين ميداليه ذهبيه وحده ديال البقالي. هذه حصيله، هذه ما يناقشني فيها حتى شي واحد بما فيه فيصل العريش، ما يناقشني فيها الحصيله. اتفق العالم على انها هزيله بعد ما كانت الحصيله ديال المشاركات المغربيه في وقت سابق تزلزل الارض من تحت اقدام الممارسين. حقيقة باش نكونوا واضحين، لا في ألعاب القوى، لا في الملاكمة، لا في حتى في كرة القدم على المستوى الأولمبي كان 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 المغرب عنده موطئ قدم، ولكن للأسف المغرب اليوم تتقاتل سنين باش يخرج بميدالية واحدة، غير مقبول بتاتا. يا خويا حسين، واش هذه لا فوت ديال البريزيدون؟ واش هذه لا فوت الرئيس؟ على أي عندنا شحال من فيدراسيون عندنا حنايا؟ راه كاين تبارك الله. دونك لاتليتيزم شحال كنا تخرجوا؟ ولكن على اي نترجعوا؟ انا هنا انا لا اتهم. راه سهله. لا سهله. لا لا انا لا اتهم. تقول هذا لا فالت ديالك. لا بلاتي انا دابا تهضر على هذاك لاتليتيزم اللي جاب ميداي دور ياك. قالي وي. شحال ماركه لابس؟ خاص الناس يرجعوا. كان لابس اديداس؟ لا لا داعي لذيك الاسماء. اش لا اسمحني، لابس ماركه هنا ولابس ماركه هنا ولابس مباط ماركه اخرى. دونك تا غادي الاولمبيا لابس ثلاثه الماركات. نورمالمون تلبس الصباط ديالك بماركه وكوليها. دونك ديجا حنا ديجا ولكن ماركتينغ ولكن مجهود الخاص هذا الحصيله يعني ديالنا. انا متبع هادشي انا براسي. ولكن لي جوز اولمبيك الكوميتي اولمبيك ما عندهمش استراتيجي دو ترافاي. ما عندناش باز دو ترافاي ديجا. لي فيدراسيون ديجا دون لي فيدراسيون ما خدامينش. الاتليتيزم كذا تجيبوا 4-5 تمشي ندوا لي مدام انتم جايين. ميم في لا لوت، ميم في البوكس، ميم في تنجيبوها في لا بوكس وفي لا لوت وفي الجيدو وفي الاتليتيزم. دونك هادو تقريبا كانوا السور هادو. وي مي دابا كلشي تحيد. راه علاش ندوي ديجا اللجنه الاولمبيه المشرفه دابا ما بقاش. دابا الكرونو ولا تيديروا الكرونو للناس. دابا نهضروا على الاتليتيزم، تيديروا الكرونو واحد الكرونو امبوسيبل تجيبو. راه ما تصيفطوش بزاف الناس لي زوروبيان ولي افريكان اللي تشوف الكرونو ديالهم عادي تيصوت 3-4. حنا تقول لك لا سيدي خاص يجيب هذا الكرونو باش يمشي باش يجيب ميداي. لا سيدي صيف باش يدير ليكسبيريونس، صيف الدراري الصغار باش يمشي ويدير ليكسبيريونس. حنا تديروا لي كرونو امبوسيبل تمشي لك واحد شي واحد يباطيهم هنايا على المستوى الوطني واخا. دابا حنا انا ملي تنقول فيصل العريشي انا لا اجعله فوهة المدفع. ما تنقولش راه فيصل العريشي هو المسؤول الوحيد على الاخفاقات اللي سجلناها على المستوى الاولمبي. ابدا. الا كنا غادي نحملوا المسؤوليه غادي نكون مشاركه للجميع بما فيهم رؤساء الجماعات. ولكن ملي تنتكلموا على اللجنه الاولمبيه المغربيه لانها الاشراف من الفوق، لانها المكلفه بوضع واحد الخريطه ديال الطريق. واش فهمتيني؟ ملي تنجي انا عند فيصل العريشي تنقول لي انا احملك مسؤوليه تسيير الجامعات، انا احملك مسؤوليه وضع خريطه واستراتيجيه كيفاش هذه الجامعات تمشي من اجل الالعاب الاولمبيه. هادشي اللي فوالا يقدر يقول لك انايا مثلا اعطي لهم يعني الكوتي المادي موفر لهم بزاف د الاشياء، ولكن الجامعات شوف كذا. ولكن شوف كما ذكرتي حسين انها يعني مسؤوليه مشتركه. هي مشتركه غير بحكم انه هو الربان القائد. دائما البيلوت هو اللي تنوجه ليه الكلام. عرفتي علاش؟ لانه صاحب الحل والعقد. مشكلة مسير. هو اللي صاحب الحل. هو اللي هذه الجامعة تحضر وهذه الجامعة ما تحضرش مثلا. المشكلة حسين ما تبنيوش. المغرب ما تيبنيش لا في الكورة لا في أي حاجة. تتقرب لك كوب دي موند حتى تبداو بانيك. شوف عبد الله عرفتي اش قلتي دابا؟ عرفتي اش قلتي؟ قلتي مربط الفرس. عرفتي مربط الفرس؟ هو اللي قلتي. قلتي أهم مكين اللي داير لنا المشكل هو هذا. اننا بالفعل اخويا عبد الله ما تنبنيوش. حنا ما عرفتش حنا ناس سيزونيير
حنا مناسباتيين، حنا جات الالعاب الاولمبيه راه ما عندك راه شكون اللي واجه نسميها واحد النقطه هذه كنسميها انا دائما لي كوكوت مينوت شي حاجه ديال اخر لحظه اجي نعدي ونسكتوا الجماهير نسكتوا الصحافه اعطيني فلان عا ويقدر نمشي ونبدا نزاوق في شي لعبه ها العار جيب لينا شي ميداليه يسكتوا الصحافه راه عرفتي اش يديروا. انا اتفق معك هذا مشكلنا في البناء، نحن لا نبني من اجل المستقبل ولكن نرقع من اجل اللحظه. ياك فوالا هذا هو لو فري تيرم. يلا بعد الفاصل نواصل. كل شيء تيقلب على الراحة والأمان، وأنا لقيتهم عند أريزونا بارك، شقق أوستاندينغ في كارتي فيكتوريا في قلب بوسكورا. الهدوء التام والمنظر يا سلام، صالون كبير كيوفر ليا والضيوف ديالي الراحة الكاملة، تصميم الكوزينة بطريقة عصرية باش تكوني مرتاحة، والحمام بأجمل فصالة، أما بيت دراري كبير ومتسع. شقق أريزونا بارك من 90 حتى 140 متر ابتداء من 9000 درهم المتر كاري. للمزيد من المعلومات اتصلوا بالرقم 080-200-010 أو زوروا موقعنا www.arizona.ma. أريزونا بارك، إلى سديت بابي يبقى بالي مرتاح حتى في غيابي. ألف مرحبا بكم معنا مجددا في برنامجكم قهوة ولا أتاي. قهوة ولا أتاي مع عتيق بن شيقر. ورقات العجيبة أن السياسي لا يتقاعد بينما المنتج مثل الطبيب أو المحامي. مع حسن فاتحة. اللي كنت أسف لي أنه في بعض الأحيان كتلقى في بعض المؤسسات أنه يحاول تبخيس العمل ديال الأجيال اللي هي سابقة. هذا هو النجم في التلفزيون. النجم أنا كنظن خاصو يكون واحد الإنسان اللي كيخلق واحد المكان وكيخلي أثر. المواطن المغربي عندما يريد الأخبار التي نقول بأنها مؤكدة يرجع إلى القنوات الرسمية. هذا تبين وكيفسر بأن هناك غياب للحوارات الجادة على مستوى الشاشة الرسمية. إن التي سفكت دمي بجفونها لم تدري أن دمي الذي تتقطعه. المشاهد في بعض الأحيان ما بقاش عنده الصبر أنه باش يشوف واحد البرنامج مثلا ويبقى يتسنط. هذا الثلاثاء ابتداء من 9 مساء على القناة الفضائية شادة تي في. ألو، لأننا تنتيقوا فيكم وتنحتارموا آراءكم وتنقدروا أفكاركم، بغينا نحيي وروح التضامن اللي فينا من خلال فقرة نفاجيها عليك، نفرجوا الهموم ونفرحوا القلوب. ألو الحسين، برنامجكم التفاعل المباشر الأول في تاريخ التلفزة المغربية. ألو حسين مع حسين شهب كل جمعة ابتداء من 10:30 مساء مباشرة على القناة الفضائية شادة تي في. من السؤال ومنها توضيح الحقيقة. السهم مع ماجدة الكيلاني هذا الأربعاء مع ماجدة الغماري. حاليا دابا في تركيا كاين بنات كيعانيوا بسبب زواجهم من أتراك خصوصا مصرية. والحد الآن أنا ديما كنقولها أنا من شي مرة اللي غادي تعبون على راجع. أنا والله ما هزل هم الراسم قسمين بيه هزل هم ليه. تعرضتي لمحاولة قتل على يد الزوج ديال عندهم السلاح يعني مرخص لك شريه من أي عد واحد من أي ملحان وتفرز الدرب. كرة كتقول أن الأتراك عنصريين تجاه العرب خصوصا بعد مشكل اللاجئين بسوريا. اكبر غلط درته في حياتي هو انني فتحت حياتي بزاف للناس بكاع لي ديطاي. السهم مع ماجدة الكيلاني هذا الاربعاء ابتداء من 9 مساء على القناة الفضائية شادة تيفي.
نعود ونواصل معكم 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية شدا تي في. نواصل معكم مشاهدين الكرام، نواصل مع عبد الله ناصر اللاعب الدولي السابق لاعب المنتخب المغربي سابقا، وكذلك زميلتي إيمان اللي أنبقوا معاه في إيمان في التيران. أش وجدتي لنا في إيمان في التيران؟ شوف كما ذكرتي يعني في الأول ديال البرنامج أنه كاين اليوم بزاف ديال الخبيرات اللي كاينين، وكاين اللي كانوا أخبار اللي طوب ولا فلوب، دونك عندنا بزاف ديال لي فلوب على لي طوب. اول حاجه غنبدا بواحد يعني تهنئه يعني جوج ديال الاعياد ديال الميلاد اللي مهمين اليوم، هو يعني ديال الولي العهد الامير مولاي الحسن بمناسبه يعني الذكرى ديالو ال20، فكنتمنوا ليه ان شاء الله الصحه والعافيه باذن الله. كذلك يعني مناسبه ثانيه 86 سنه ديال الاعطاء وديال ديال الالقاب لنادي الوداد الرياضي، فكنتمنوا ليه سنه سعيده ان شاء الله بمزيد من التالق والانجازات. 86 سنه ما سهلاش باللاعبين ديالها بالجمهور، قربوا القرن بالفعل، قرن من كره بالفعل. يعني 86 سنه كتعطيك بزاف ديال التاريخ، بزاف ديال اللاعبين اللي لعبوا، بزاف ديال الجماهير اللي عطاو بزاف ديال الاشياء، فكنتمنوا ليها مزيد من التالق. و واش 86 سنه ديال الوداد البيضاوي ككره قدم يعني جميع الفروع لا ناطاسيون كل شيء زعما من البدايه ديال التاسيس ديالها، وكما ذكرنا يعني الالقاب راه غادا وكتزاد. غادي نكملوا وغادي نمشيو للعنصر النسوي، انا دائما كنبغي نبدا بالعنصر النسوي. كندافع على العنصر النسوي، فغادي نتكلموا على الحكمات اللي تم اختيارهم من طرف الفيفا، ثلاثه ديال الحكمات اللي معاهم عادل زرق اللي غيكون في الفار، يعني الحكمه بشرى كربوب اللي غادي تكون حكمه ساحه، كذلك سكينه حمدي وكذلك فاتحه الجرموني، فهادو كاملين غادي يكونوا كحكمات يعني مساعدات، وكذلك كما ذكرت بشرى كربوب اللي غادي تكون حكمه ساحه. صراحه ماشي اول يعني في كاس العالم السيدات اللي غادي يكون في استراليا ونيوزيلندا، هي ماشي اول تجربه لهم يعني في تظاهرات عالميه، بحكم انهم كانوا هاد الثلاثه نيت كانوا في كاس العالم ديال الهند اودي 7 ديال السيدات اللي كانوا، وقاموا بمباريات اللي جيده. للاسف علاش ذكرت انا هاد الحكمات وبغيت نتكلم عليهم، لانه نقدروا نقولوا من عهد بالقوله الله يرحمه والفينال ديال فرنسا والبرازيل، عمرنا ما شفنا حكام، شفنا شي حاجه في الفار. في الفار كان زرق وكان رضوان جيد في الفار في كاس العالم بخطر، ولكن كندوي على حكم ساحه. حكم ساحه، هذا السؤال اللي كيبقى مطروح، سؤال ما عرفتش الجواب ديالو. والان السيدات يتفوقن على الرجال في التحكيم على المستوى العالمي، صافي في المغرب. واضح العنوان ياك ديجا تسيفلي بريمير ديفيزيون. وي انا شفت لي الماتش اللي حكمات بشرى عرفتي متحكمه في الماتش، ما كاينش بالفعل بدون اخطاء تبارك الله. اذا النساء يتفوقن على الرجال ياك في التحكيم على الساحه الدوليه، هذا واقع دابا الان، يتقبلوا الرجال ديالنا في التحكيم. وشنو السؤال مطروح؟ فهذا موضوع دائما كنبغيو نتكلموا عليه وغنبقاو نتكلموا عليه، وغيكون معنا ان شاء الله حكم لانه يعطينا علاش يكون حكمه افضل. مادام غادي يمشيو يمثلونا في كاس العالم نديروا حكمه افضل، فكنتمنوا لهم التوفيق باش يهزوا الرايه المغربيه، لانه راه ماشي سهله تكون حكمه ديال الساحه صح او مساعده او في الفار يعني في كاس العالم في ظل الغياب. كلها متجهه لك ومغربيه صح بريت. دونك ديجا بس تيفلي بريمير ديفيزيون في المغرب ما سهلاش، صحيح ما سهلاش مع لي سيبورتير ومع الضغط مع ويا لي بحال جو دي ماتش ديالها لي ستريكت. صح لا لي بيان لا شتا سي بوسيبل كاع سيفلي لي فينال، كانت ممكن لي عندي فافوري بور لا فينال. لماذا؟ باذن الله باذن الله. دازت مع بالقوله مع يعني في 98 دوز مع بوشرى في 2023، وما كرهناش يكونوا يعني العنصر يعني لا النساء لا الرجال يكونوا يعني كحكام اللي نعتزوا بهم، وما نبقاوش نذكروا فقط بالقوله اللي دار واحد الانجاز اللي كبير. واش كاين هذه البلاد هذه اللي تنحبوها حتى في الرياضه ديالها؟ دابا تنتكلموا على الرياضه ديالها، راه حتى في الرياضه ومشكله تنعيش على الاطلال ولا اله الا الله، تنعيش على الماضي. ما اللي تبغوا نهضروا على الامجاد تنجيبوا دو كاس افريقيا 1976
يا الله دابا سير كراك الله يخلف عليه زاد الفرحه شويه. دارنا دومي فينال في كاس العالم قطر 2022 امجاد او تنجبدوا شويه 1986 اللي دزنا للدوزيام تور. تنجبدوا على عبر القوى فترات ابرزها سعيد عويطه القروجنا هو المتوكل، وتزيد فتره اخرى باسم معين فتره اخرى باسم معين توصلنا للبقالي بالفتره والفتره سنوات. دابا غادي نبقاو نعيشوا في العاب القوى وذاك الزخم البقالي القروج سعيد عويطه علاش على الحكم تحكيم نعيش على انجازات بالقول الله يرحمه انجاز واحد يعني تهضر حسين دابا تهضر على 86 2022 راه حنا في 94 الفرقه اللي مشات ماشي اللي مشات راه تنهضروا عليها شحال مره تنهضروا عليها لا 94 98 راه الدراري ما مشاوش كان خاصهم يمشيو مشاو دراري اخرين طون كون خصنا كادريو خصنا كادريو اللي ما يور يمشيو 94 اهلنا الغريسي ولا رغيب؟ لا رغيب 98 ما مشاش رغيب 98 وما مشاش. و 94 عندك فرتوت ابرامي القراوي خمسه دراري ما مشاوش. مشاو دراري ما عمرو لعبوا بجرة قلم ما يمشيوش. ماشي ما يمشيوش وكلهم لعبوا الاقصائيات. وي ما هي سيرتان جوار من الميريت با ديالي. ومشاو علاش مشاو حيت الضغط بوليتيك الضغط التليفونات خدمة داكشي مازال الان مازال انا داكشي خدام هذا هو المشكل ديال المغرب دابا خاصنا حنايا باك صاحبي كاين باك صاحبي انا قلتها هذا لكم دي مود اللي داز كان زعما نقولها سيرت الجول ما كانش خصك تمشي بحال جمران بحال بانون تخلي رحيمي وكعبي اللي اون بلان فورم دي الحمد لله اللي ما عندوش نيفو كعبي اللي كاليفاك تو لي ماتش كاليفيكاسيون ما ديش دونك لي كيلك شوز كي فا با دابا لا في الاتليتيزم لا في الفوت لا في الهوند لا في داكشي خاصنا نحبسو نفراني ونقولو شوف البروغرام هادشي تنديرو راه ما مزيانش للبلاد ما مزيانش الدرابو ديالك خاصنا سيدي الا مشينا شي بلاصه ندو لي ميور 22 صحيح انا فقط باش نكملو مع ايمان في التيران لان الوقت تيجري بزاف انا كلام عبد الله غادي نربطو بحاجه واحده مهمه جدا هي خارطه الطريق الرياضيه اللي وضع جلاله الملك في قمه الصخيرات كل شيء عاقل عليها 2008 كانت القمه الرياضيه ديال الصخيرات اللي كانت فيها واحد الخارطه ديال الطريق عطاها جلاله الملك يلا انتم خدموا عليها الجامعات يلا خدموا عليها ها خارطه الطريق ها كيفاش نخدموا جلاله الملك في 2008 اراد من الرياضه ان تكون اليه من اليات التنميه ما بقاش فقط رياضيه اقتصاديه الى اخره دبلوماسيه كاع ما يسمى بالدبلوماسيه الرياضيه ايننا من الصخيرات ورسالة الصخيرات الملكية في 2008 الآن إذا بغينا نتكلموا على إنجاز نتكلموا على البقالي نتكلموا على خديجة المرضي نتكلموا على المنتخب الوطني لكرة القدم غادي نتكلموا على نجاح فوزي القجع هذا واقع ما لا نطبل لأحد ولا نزمر لأحد احنا هذا واقع وفوزي القجع في جلب اعطاء قيمة للبلد المغرب وجلب تظاهرات في التنظيم منها كأس العالم الأندية منها كأس إفريقيا 23 منها كأس إفريقيا السيدات وغير ذلك يعني المغرب من غير هالشيء يلا قولوا لي شنو كاين عندنا البقالي واحد ذهبية عندنا خديجة المرضي بطولة العالم عندنا احتضان مسابقات دولية في المغرب بفضل الله سبحانه وتعالى والقجع هذا ما تحقق من خريطة الطريق 2008 والصخيرات 15 عام عباد الله للاسف نكملوا نمشيو لابرز المباريات اللي كانوا انا راه تيجبدنا عبد الله راه عبد الله داير معايا واحد السياسه عبد الله واعره تيلوح ليا جوج كلمات تيخليني انا ما عارفني انا الدم سخون الانجازات ديال الفوتسال هذيك ولا ما نتكلموا الفوتسال اعتذر سيدي دقيق بالفعل اعتذر والفوتسال انجازات الفوتسال اعتذر كثيرا وحتى الكره النسويه بالفعل يعني بزاف ديال الانجازات ونرجعوا للحقيقه والمباريات اللي كانوا حارقه يعني في يعني على مستوى الصداره ديال الدوري الاحترافي فغادي نتكلموا على المباراه اللي جمعات الجيش الملكي بالسوالم كانت مباراه يعني كانوا فيها بزاف ديال الامور منين شفنا شاهدنا يعني الهدف اللي كان الاول جاء من طرف يعني حريمات
الهدف الثاني اللي جا في الدقيقه 36 اجابه ديال شباب السوالم اللي جا من لاعب تحدوح، وبورغيت اللي عطى هدف انتصار اللي كانوا ثلاثه نقط غاليين جدا للجيش الملكي باش يتشبت يعني بالصداره ديال يعني ديال البطوله ب 54 نقطه. كيفاش كتشوف انت يعني عبد الله ناصر يعني هاد المقابله والتشبت ديال الجيش الملكي ب خاص تمشي الماتش افون مع الوداد؟ بيان سور هذا كنرجعوا ليه. ديجا تماك اللي الماتش في الدودي باش حط على واحد سيت امبوسيبل على الفوت. هذاك سي ان اتاك سي ان اتونتا ديجا تماك سي دوزيام ايتا لي فار ديجا عندهم فيزيكمون سون تري بيان رجع بحال في السوالم دوزيام ايتا راه دوزيام ايتا كان عندهم مشكل فيزيكمون لي فار حيت السوالم زاد دات لهم لا بريسيون دات بريسيون كبير ولعبوا باش يغلبوا ما لعبوش باش جاو توريست. تنظن البطولة مازال ما تلعبات نقطة وحيدة يعني بينها وبين الوداد أحسن هكا أحسن مازال كاتر ماتش سسبونس تنافسية الناس لا لتحت في البطولة لا الفوق في البطولة يعني ما تعرفش يعني النتيجة من فوالا حتى تكون شوية بأس لفرقة باقي الخمسة الماتشات وداها البطولة. لا دابا الناس متبعين شكون واحد شكون هذاك الإثارة والتشويق يعني في لا دابا اللي فار الفار عندهم لي ميور كارت حيت الوداد تلعب دابا تشامبيونز ليغ لا فاتيغ بزاف ديال الامور. احنا جايين للوداد وغادي نمشيو للماتش ديال الوداد الرياضي اللي جمعوا امام يعني الشباب المحمديه. هنا غنرجع للماتش ديال الوداد والجيش اللي كانت مباراه قويه بزاف. الوداد كانت يعني ضامنه الانتصار في الدقائق الاخيره يعني في 9 دقائق الاخرى اللي زادها الحكم فكيجي الرد ديال يعني ديال الجيش الملكي نقدروا نقولوا تعادل بطعم الانتصار الجيش الملكي. بزاف ديال الامور راو في ذاك الماتش. الوداد فقدت السيطره يعني في ذاك الماتش. جاو شباب المحمديه هنا غادي نتكلموا على الاطوار اللي طراو في المباراه ديال الجيش والوداد انه يعني تم طرد خوان كارلوس غاريدو المدرب السابق لنادي الوداد الرياضي. يعني كانت وقعت بزاف ديال الامور اللي شتات الذهن ديال اللاعبين. ف يعني قبل ما نتكلموا على المباراه ديال الوداد وشباب المحمديه نشاهدوا من بعد الإقالة ديال خوان كارلوس غاريدو من طرف الرئيس سعيد النصري ونشوفوا يعني الرسالة الأخيرة الاحترافية من طرف خوان كارلوس غاريدو. نعود نرجع لكم مشاهدينا. Merci beaucoup, bon courage pour le futur. C'est un grand honneur pour moi cette période, magnifique, jolie. Malheureusement, je ne peux pas participer de la prochaine victoire, de le trophée qui va venir. Mais mon corps est avec vous, merci beaucoup. Je vous apprends à tous les publics médias, à tous les joueurs, à tous les clubs. Merci. Bon courage. فكما شاهدنا تصريح احترافي يعني كما جا هو غادي وعلنها وقال يعني انني راني ما بغيت نكمل بحكم انه كاليفيا الوداد الرياضي يعني الدومي فينال لكن القدر ويعني مطالب من الجماهير الوداديه وكذلك الرئيس انه بحكم انه كاين مشاكل مع اللاعبين بزاف ديال المشاكل طراو في الفيستير اللي ما ساعدوش خوان كارلوس غاريدو بزاف اللي عاتبوه على الاختيارات ديالو انه يعني ما كيلعبش بواحد النيديه بواحد البريسينغ وكيدير يعني التغييرات حتى الدوزيام ميطون. فكما ذكرت ان الوداد وي الفرقه ما تقدرش تلعب بريسينغ. عندك جبران، عندك حسوني، عندك داودي، سي امبوسيبل تلعب بريسينغ. ديجا عندك ثلاث جوار دو مون سورتو لعبتي جبران وداودي لي دو كاسور وحسوني. سمحي لي دابا حنا هذا المشكل في المغرب هذا فوالا. دابا تنهضروا بمنطق هذاك الستاتيو فيدات ما كانش ستاتيو فيدات هنا في المغرب. هذوك لي فيدات سون لي موان. دابا جبران ا سون مومون ما عندوش بلاصتو في ليكيب في لي 11. انا كنت مدرب ما لعبوش، انا نقولها كنا في هذا البلاطو انا مدرب ما لعبوش حيت فيزيكمون اني با بري في راه تيتخزن. ذات سيبا راه كان تيتخزن يفا با دوموندي لو بالون. هو سي فغي صعب انك ما عندكش لعابه في الوداد البيضاء وين يديروا بريسين. المحمديه شكون كتمشي يجيب البالون؟ الجهدي. الجهدي تيجيب البالون تيلعب. رغم الهدف اللي سجل يعني على المرمى يعني لادفيرسير مي بون دار ان بون ماتش. عندك دراري
دابا المشكل الغارديان ديالهم موطي جاب الله الاخر تبليس باش تلعب موطي مي موطي ديجا جوار انترناسيونال خص تلعبو مي رجع تغناوتي واش يلعب ولا ما يلعبش دابا هنايا مزيان ملي جبتيها انت هضرتي انت تكنيك مو هضرتي وبلا بالتكتيك وبالتجربه الكرويه ديالك هضرتي بان الوداد مطالب ديال الجماهير مطالب ديال البريزيدون مطالب ديال الناس اخرين انه يدير البريسينغ ويكون ديك التنافسيه وسط التيران هي الشوفه ديال الكويري تيقول بانه راه صعيب راه ما عندوش دراري اللي يديروا البريسينغ اللياقه البدنيه لان حنا تنعرفوا باش دير بريسينغ كونديسيون فيزيك مزيان هنا تنهضروا على مشكله اخرى كاينه في المغرب في الكره المغربيه هو الضغط الجماهيري والضغط الاعلامي والضغط ديال شي وحدين اللي تيخليو ان الرئيس ينوض مع الصباح صافي حيد كيحيد يعني مدرب انا جاتني انا صعيبه هذا كان هذا الموضوع كنا غادي نخليوه في اشكال الفار ولكن ماشي مشكل يلا كلشي اشكال الفار كلشي اشكال الفار 100% فار اشكال الفار يلا على بركه الله نكملوا فيه باش ما نشتوش المشاهد الكريم غادي نمشيو للتصريح الاول ديال المدرب الجديد ديال فريق الوداد الرياضي فاندر بروك خلينا في غاريدو قبل ما نمشيو للمدرب الجديد انا باغي نتكلم على واش ما تتشوفش معايا ربما ان سعيد ناصري غلط غلطه كبيره انه حيد غاريدو وعنده دومي فينال هو اللي عرف اللعابه ومشى معاهم في المسيره ديال العصبه وغادي وتجي تتحيدو واش غلط واش قرار مزيان دابا في هذا البلاطو اللي تنقولوا هو اللي تعرف في الفيستير وهداك الشيء هاد البلاطو تنهضروا لا فيريتي ما تنهضروش نعايروا شي واحد ولا شي حاجه لا حنا نتفقد من اجل انا البروبليم ديال لي غران كلوب تهضر لي غران كلوب لا راجا لا الوداد هو الفيستير هذيك سيرتان بيرسون از ان انفلونس سور لو بريزيدون دونك اذا دابا حنا عندنا واحد المعادله في المدرب التونسي علاش حيدوه المدرب التونسي الا جينا نتكلموا يعني على هذا الشيء كامل اننا ما غنحدوش يعني في فاندر بروك او غاريدو فغنهضروا على الموسم بدايه الموسم ديال فريق الوداد الرياضي مي كنتكلموا على بدايه الموسم كنتكلموا على موتا اللي ما كانش حاضر اصلا في لا بريباراسيون ديال الوداد الرياضي بحكم انه كان في يعني كاس العالم مشى موتا جا النفطي غاريدو دابا كنشوفوا فاندر بروك دونك يعني اشياء من الاول مايله يعني ما غاداش في الطريق صافي شكون اللي حيدو لي جوار غاريدو شكون اللي حيدو لي جوار دابا لي جوار ومطاريب ديال الجماهير بعض الجماهير كتقول على انهم ولاو كيشوفوا الشوفه ديال المدرب شوف مشكله ديال الوداد هذاك كان كليك في هذيك الفرقه كي كوموند الوداد 4 5 جوار ما غاديش سيتو لي نو سي او كي كوموند ليكيب سي او كي ديسيد لي يلعب ولا ما يلعبش هذه دابا 2 3 زون سي كوم سا مي دابا مي تجي النيفو ديال اللعب كان حسن منهم حيموت جاي جعديه ورجع دونك سيرتان بيرسون ما بقاش سير لا في دابا مشكله عندنا ملي تيولي عندك بانه انت كمدرب او كبريزيدون وعندك راه الفرقه تتخدم في الفيسيير اسمح لي هادشي كاين في المغرب زعما ماشي شي حاجه ماشي جديده بزاف اييه ماشي جديده ولكن حنا تنطرحوا على ما استفهام واستغراب شوف ما تعرفش شنو باش الفرقه تتحكم فيها من فيسيا مبابي في باريس سان جيرمان سي لا ميم شوز ميسي في برشلونه لا ميم شوز يقول لك هذا باش يلعب ما تلعبوش سيتي كوم سا وعلى اي شي نقدروا نقولوا داخل في كره القدم قبلها ميسي قبلها مبابي وي ما تقبلهاش من فلان شوف بينا قوزين ارجو ليديكاسيون سبورتيف دي جوور كاتو كابتن ديال ليكيب خاص اسيمي لا بوند سا في دير عندك 22 جوور ما عندكش غير واحد خاصك انت تهضر على كلشي خاصك تضرب على كلشي ما تضربش على جوج ثلاثه تضرب على كلشي فرقه انا كنت كابتن في هولندا فرقتي 5 اون اي مشكل تيجي عندي الدراري تنهضر على المشاكل اللي عندنا في الفرقه ما تهضرش على راسي انا في المغرب سي ديفيرون عند بعض الانديه لا تقول لك الماروك سي ديفيرون باش ما نجمعوش كلشي لا سي ديفيرون سي نوتر سيستيم تي كابتن مش هذا البريزيدون تيقول هو بريزيدون هذاك راه ماشي بعض فهمتي غير باش نرجعوا للنقطه ديال غاريدو لان الوقت يلا غير باش نرجعوا للنقطه ديال غاريدو يعني بزاف الامور اللي خلات انه غاريدو يعني ماشي يستقل بل الرئيس يقيلو لانه فاش كتشوف يعني مشاكل مع اللاعبين فاش كتشوف حتى مساعد المدرب يعني صابر كان عنده مشاكل وشفنا انه ما كانش يعني في البون دو توش مع سان داونز مع عفوا مع يعني مع سيمبا يعني بزاف الامور بزاف الكواليس ما شفناهمش بسرعه نمشيو نشوف
نشوفوا يعني اول تصريح لفاندر بروك ونعاودوا نرجعوا لكم مشاهدينا. Bonjour à tous. Ça fait plusieurs fois qu'ils m'ont annoncé dans ce club, mais enfin c'est là. Je suis fier d'être là, de porter un maillot du WAC. Et pour la fin de saison, on a besoin de tout le monde de nous supporter parce qu'il y a encore beaucoup de trophées à prendre. Donc soyez là, tous les matchs, suivez-nous, supportez-nous et on va faire le nécessaire. Bonjour à tous. غير باش نوضحوا شي اشياء للمشاهدين انه فاندر بروك كان دار محاولات كبيره باش يكون ويحمل قميص ديال الوداد الرياضي، ولكن كانوا بزاف ديال الحوايج كيحبسوا يعني هذه الصفقه هذه، ويحتاج يعني هذا الموسم او يعني في الاواخر ديال الموسم. والشيء اللي ما عارفينوش هو راه حتى هو راه واحد عنده واحد الراس ماشي غير تيتشي، كبر من تيتشي، كبر من غاريدو، يعني نفس الكاركتر تقريبا. ماشي راس قاص هاي فافور لو ميم بروبليم ياك حتى هو الفيستير حتى هو الفيستير فافور لو ميم بروبليم حيت سارتان جوار مي شو با ان فورم ما لعبهمش هادي واحد وجوج تنهضروا على لاسيستون لونترينور اسيستون تاع كل او ماروك راه اسيستون تو اسيستون سا في دير تي دو اتر فيدل ا تون انترينور ماشي تحارب لونترينور بار الفيستير غاريدو اش اللي طرا له الاخر تيقول له هوك هوك الاخر تيقول له لا انا باش من باش من دابا حيت هنا ولا التهمه موجهه لصابر باش ما نوجهوش التهمه لصابر شتي التهمه بانه حراضه في الفيسيار وهذا بين قوسين في اطار التحفظ حنا اللي نقولوا ما نقولوش بغض النظر على شكون اللي حرض ولا شكون عبد الله ناصر يقول بان الفيسيار مشكل تكاريدو شنو الباجيه المحمديه واش كان شي حاجه جديده ما كاينش ابري لا كوب دي موند مي تبعنا البطوله الوطنيه كان شي حاجه جديده ما كان والو لي نيفو اللي توجور لا نعم صح نعير على قضيه الفيزيال باش ما نقولوش فلان هو سبب التحريض انا نقول هو لا هو عرفتي علاش ماشي تنحرج تقول لك انا اسيستون دو اتر اسيستون اللي بغى يقول هو انه ما يتدخلش في التشكيله ديال لانه هذا هو السبب اللي كان مع غاريدو نعم غير باش وحنا ونبعدوا على ديك القضيه بانه هو سبب التحريض في الفيزيال لا ما كاينش التحريض شوف باش نوضحوا باش واحد ما يفهمنا غلط صابير سي ان اسيستون المدرب عنده اخر كلمه لي 11 اللي غادي يلعبوا نعم هذاك ما يدخل فيها حتى واحد كيبقى الفرق حيت شكون اللي مسؤول هو اللي مسؤول اش نقول لك تقول لك انا اسيستون عطيه سون افي على سون انترونير ولكن تو بو با امبوزي سارتان جوار ما تهضرش على صابير تهضر اون جينيرال اون جينيرال فوالا فاندر بروك دابا جا فاندر بروك جا دابا انا دوز يفا فوار لي ريزولتا انا تنقول في هذا البلاطو هادو راه الوداد ما غاتش في لا فينال اها انت تقول في هذا البلان وي وي ما غاديش تقدر تكون تقدر لا لا راه الممثل الواحد لينا دابا على المستوى الافريقي خلينا نفرحوا ونعيشوا على الامل لا هذا هو الحيت لانه جاو مع البرازيل ديال افريقيا فيزيكمون مزيان مزيان انا تفرجت لا مانيير اللي تيلعبوا ما غاديش توافق الوداد حيت الوداد عزيز عليهم مازال لا شتي الوداد راه شتي تشوف الوداد ديال ركراكي سي بلوك با ما بقاش الدراري صح حتى تلعبوا بلوك با ما تلعبوش بلوك او مازال دو ديفونسيف سنترال عندك الحسوني قدامهم وني كونفرسيون ديال البالون ان ديفونس ان اتاك راه عندنا مشكل ردت المحامي المحمديه دو تروا فوا دازو لي فار دو زاميتو ما بقاش خرجوا صحيح وانا تخوفي كبير على ضد سان داونز لان تفرجت فيهم استغربت الكونديسيون في الفيزيك اللي عندهم تيديروا بريسينغ ولعبوا الماتش 90 دقيقه كيما بداوش ما بانوش لك في ربع ساعه الاخر تيجروا رجليهم كيما طرا لينا لشي فرق دوزيام ماتش يلعبوا مع لي جالجيريان في بلادهم راه 9 جوار ما لعبوش ديالهم روبو دونك البون توش كاين عندهم كامل هو ربحوا بخمسه تنظن واخا يعني الوداد دائما كانت كدوز يعني العقبه ديال سان داونز رغم انها بزاف ديال الامور ولكن نقدروا نقولوا هذا العام كاين شك لكل مقام مقال واحد النقطه بغيت نتكلم عليها خاصه نقول لك حاجه يما نزيدوا على النقاش حنا ترجعوا تيجور حنا ترجعوا تيجور للتاريخ سان داونز ديال العام ماشي سان داونز ديال ديك الساعه صح لكل مقام واحد النقطه بغيت نتكلم عليها فيت في ان صابر بزاف ديال المسؤولين ما كيعطيوش الثقه يعني المدرب المغربي علاش صابر ما تعطاتوش الفرصه انه يكون مدرب علاش هذا سؤال كيتطرح ما عرفتش شكون خصو يجاوب انت شو دابا الحمر مع الكوكب المراكش والحمد لله الصعود كان مع السوالم كان مع السوالم الصعود مع الكوكب الصعود فعل كان مسكيتيوي سي ترازيم ديفيزيون شوفي صابر اشنو ترينا
كيفاش نوصل صابرين فرقه ترينا بريمير ديفيزيون وي مي عنده واحد التجربه يعني ما كاينش تجربه ايما التجربه هو يشد فرقه وي لا تجربه سلامي سلامي جادمي بون انترينور عموتا الى بروفي ان بون انترينور سكيتيوي ان بون سكيتيوي دابا مع التوارق سكيفي ان بون انترينور ولكن كيفاش كتجي التجربه كتجري كتجي في الاحتكاكات مع يعني مباريات ومع فرق اللي كتكون ولا دابا هذا هو المشكل احنا شو غادي نرجعوا للحلقه المغلقه اللي تنهضروا فيها هو ان ملي لا ماشي تكوين واخا يكون مكون هو ان التجربه الجمهور ما يرضاش ما يبغيكش تجيب العام ولا تجيب اونترينور جيل تقول لي اجي كسب تجربه مع الوداد ولا كسبها مع الجيش ولا كسبها مع الرجاء ولا كسبها ما يبغيش الجمهور يقول لك حنا فريق الالقاب اسي نقول اون شوز غادي كلوتوري تقدموا لنا خصنا نديروا فاصل حنا عندنا جوج دقائق هاد لك جوج دقائق حنا المدرب دقيقة ما غاتكفيش هاد المواضيع هادو اللي جايين مدرب اسيستون مدرب اسيستون في المغرب ما تتعلمش من المدرب ديالو تنهاخ في كان تنهاخ دي مانشستر يونايتد كان اسيستون ديال من غوارديولا ارتيتا كان اسيستون ديال من غوارديولا لاخر شاد مانشستر يونايتد لاخر شاد ارسنال دونك هذاك المدرب استفاد منه واخا ما يكونش مزيان تكون هذيك بحال بيريود دو ستاج بيريود دو ستاج حنا لا حنا ما تتعلموش حنا تتفرج هذيك البلاصه تيبان لك خصني نولي بريمير لا دوز هذيك العام اكوتي دو لوي تعلم منه سي تو يلا نمشيو للمباريات اسفل الترتيب اللي كانت مباريات اللي حارقه غادي نبداو بالمباراه اللي جمعات فريق اتحاد طنجة امام مولوديه وجده مي غنقول لكم صفر اللي مثليه غتقولوا مباراه يعني عاديه جدا لكن استمتعت انا بهذه المباراه هذه لانه نقدروا نقولوا يعني سوء الحظ والباره باللغه ديال الكره انها هرطت بزاف ديال المحاولات ما كانتش النيه ما كانتش النيه دونك بزاف ديال الامور مين كتكلم كان الماتش على المستوى التقني حارق حارق جدا وتنافسيه كبيره ملي كنتكلموا على مولوديه وجده كنقولوا دارت بزاف ديال المحاولات ولكن لقات قدامها حارس اللي صامد واللي صد بزاف ديال الكرات اللي هو غايه اللي معار من عند فريق الرجاء الرياضي غايه كما كيشاهدوا يعني قدامهم حارس اللي متمكن واللي صد بزاف ديال الكرات اتحاد طنجه كانت عندها كره ديال بالمعاشي كانت تقدر تسالي نهائيا الماتش يعني فاس فاس يعني الحارس لكن سوء الحظ والبارة ويعني بعض المرات ما كتعطيكش الكره من الطرفين استمتعنا في هذا المباراه استمتعنا كان مستوى كبير ديال الكره كانت تنافسيه وخليني نقول لك لان غادي نمشيو للفاصل ومن وراء هذا الفيديو نمشيو للفاصل لان المخرج برزني نمشيو للفاصل ولكن تنشوفوا الفيديو غنشوفوا الفيديو الاول ديالاش انا باغي نوجه واحد الكلمه ديال الشكر للجماهير الطنجاويه والوجديه اللي داروا لوحة أخرى على المدرجات رائعة جدا جدا وعودوا وقالوا للعالم راه الجمهور المغربي جمهور متميز كيف ما شفتوا في الدوحة في قطر أنتم تشوفوا في البطولة على مستوى الرجاء البيضاوي على مستوى الوداد البيضاوي على مستوى الجيش الملكي على مستوى اتحاد طنجة على مستوى حسنية أكادير الفرق الكبيرة أمام وجدة كذلك هذه هي الرسالة بما وجد لنا المخرج الفيديو هذه هي الرسالة أنا اللي عجبني تخيل عندك فرقة مهددة بالسقوط ومشيتي وشجعتي بما أوتيت من قوة إخلاص ووفاء غادي نشوفوا الفيديو الجميل والرائع به غادي نخرجوا الفاصل ونرجعوا ونكملوا النقاش إن شاء الله يلا استمتعوا مع هذا الأزيش
يلا نعود ونواصل معكم 100% فار دائما مباشره على قناتكم الفضائيه شادا تي في. باقي ما يتقال، باقي عندنا الفقره الاخيره باش نختموا اشغال الفار اللي فيها تقريبا موضوع رئيسي او جوج مواضيع رئيسيه فيها المنتخب المغربي تحت 17 سنه المشارك في كاس افريقيا بالجزائر. نتكلموا شويه على المنتخب، القرعه فقط القرعه اللي جات المجموعه القويه اللي جا فيها المنتخب المغربي تحت 23 سنه، ونتكلموا على ما يقع بالقلعه الخضراء الرجاء البيضاوي. دابا نمشيو نكملوا اسفل الترتيب مع ايمان، نكملوا ابرز يعني مباريات ديال اسفل الترتيب، وغنتكلموا على الدفاع الحسني الجديدي اللي تعادل امام حسنيه اكادير بجوج جوج، اللي كذلك كانت مباراه اللي قويه. يعني الدفاع الجديدي كان منتصر، جاء التعادل والرد ديال حسنيه اكادير، ضربه جزاء الاخيره اللي قلبت الموازين. نقدروا نقولوا تعادل الدفاع الحسني الجديدي بطعم يعني الهزيمه، لانه فاش كتجيك في الدقائق الاخيره راه كنتي رابح وكترجع يعني التعادل، يعني بقياده يعني طالب. فكما ذكرنا يعني في حلقتنا السابقه يعني الدفاع الحسني الجديدي كيعاني منذ يعني نقدر نقول لك 3 سنوات دابا، لا في المنظومه التسييريه لا مستوى يعني رقعه الميدان، كيتخبط في اسفل الترتيب. في كنشوفوا يعني الترتيب كنلاحظوا واحد القضيه، هو ان تقارب كبير ملي كنقولوا اتحاد طنجة ف يعني قريبة 21 نقطة مع الأولمبيك خريبكا اللي انتصرت على فريق الرجاء الرياضي بواحد 1-0 يعني في الميدان ديالو ديال فريق الرجاء الرياضي. نقدروا نقولوا يعني مباراة اللي كانت عادية جدا من غير يعني الهدف اللي جا في الدقيقة 48 من طرف محمد قصو واحتفظ عليه يعني أولمبيك خريبكا، ما كانش ردة فعل ديال فريق الرجاء الرياضي. كما كتشاهدوا أمامكم يعني ترتيب يعني الدفاع الحسني الجديدي، أولمبيك خريبكا، اتحاد طنجة، 21 23 23 الدفاع، شباب المحمديه بعد الخساره ديالو مع الوداد الرياضي في 25 يعني قراب بزاف مولوديه وجده 25 يعني هاد الفرق هادو من الرتبه 11 ولا 10 يعني نقدروا نقولوا حتى الرتبه 16 الانتصار ولا شيء غير انتصار. يعني من بعد مباراه وحده تقدر تبعثر الاوراق ديال اسفل الترتيب كامل، ماتش واحد يبعثر الا كانت الخساره لشي فرق كما يعني في المراتب الاولى. صح، مهم جدا. والحمد لله لانه واقيلا الويكاند الجاي هو انا واقيلا اظن هو الدوره ديال اسفل الترتيب. اظن كان هذيك جديده مع خريبكا ياك؟ كنظن ما عنديش المعلومه صحيحه، ولكن جديده خريبكا الويكاند بروشين. يلا وشوف مباريات بحال يعني مين كتلعب براج نهائيات يعني ما كاينش لا شيء الانتصار. كثيرا مع عبد الله بان ربما الدوره الجايه بالنسبه لاسفل الترتيب هي المباراه اللي تحدد، ما نقولش هي اللي تحدد ولكن بواحد النسبه كبيره شكون اللي غادي يبقى شكون اللي غادي يمشي. لان تخيل معايا ان مثلا تربح طنجه وتخسر خريبكا، ولا تربح خريبكا وتخسر طنجه، تنتكلم على الهزيمه او انتصروا بجوج يعني غير بجوج، وخسرت جديده وخسرت وجده خسرت محمديه على الحرب ينوض. وخريبكا انتصرت على فريق الرجاء الرياضي فهزت عاوتاني يعني الامل ولحسن الحظ انه غتوقف يعني البطوله، لانه بحكم كاينين المباريات ديال كاس العرش اللي يعني غيكونوا يعني السيمانه الجايه، كل من الجيش الملكي كلاسيكو اللي غيكون مع الفتح الرباطي، يعني مباراه القمه هذه مباراه قويه جدا. شباب هذا الربع ياك يعني الربع النهائي ديال لا كوب دو ترون، الوداد مع جديده والشباب المحمدي مع الرجاء الرياضي، شباب هواره مع نهضه بركان، شباب هواره اللي ما لاقينش لحد الان يعني ملعب اللي يلعبوا فيه، لانه بحكم ما كاينش الضو ما كاينش ما كيلائمش يعني الشروط ديال الجامعه وكذلك العصبه الاحترافيه، وهما باقيين متشبتين بالامر ديالهم الا ما لعبوش في هذاك ديال ولاد تيمه. كنظن انه قالوا غينسحبوا من ربع النهائي ديال كاس العرش باي حال. 2023 بعده بجده للاسف للاسف للاسف. وكاين يعني تا فريق اللي يعني في الاتفاق المراكشي اللي كيلعب في دوزيام ديفيزيون وما عندوش كار، وبزاف ديال المستمعين كيعيطوا لنا في لاغاديو الله يخليكم شباب السؤال ما ايمان ما عندهمش اللي تتلعب في البرومي ديفيزيون وتتمشي تتلعب في المحمديه للاسف. دابا بغيت نفهم واحد الحاجه، عطينا تنعطوك 80 مليون العام تنظر اورو، طيب 10 سنين هي تقريبا 1 مليار اورو، فين مشات؟ 80 مليون
اورو يعني 80 مليار 80 مليار تمشي للكره في العام في العام تقصير الرقم تقسم سيغ الكره راه عرفتي راه الاول طائل 80 مليار يا سلام 80 مليار فين تمشي خاصني دابا انا قلت واحد النهار وغادي عاوتاني تقول لي عاوتاني ها هو جاي خاصنا نديرو لي زوديت اخويا اه انا معاك خاصنا لي زوديت وخاصنا نخلصوا الضريبه في الكره باش انا مرة خدامه فام دي ميناج تتربح 5000 درهم تتخلص ضريبه واحد تربح 400 مليون بريمير ديفيزيون تخلص حتى درهم خاصنا نرجعوا للشركات خاصنا نرجعوا للوديت خاصنا عرفتي موضوع كبير بلاتي الموضوع الكبير هو اللي قال عبد الله انت جبتي 5000 درهم فام دي ميناج ما جبتيها في بلجيكا تزيدوا باش نقول 1500 ولا 1000 علاش لا 2000 خلينا نشوفوا لا شافونا برا نقول لك راه الحقيقه هذه كان بيان كان عرض لي فانديو تربح 2000 درهم 1500 درهم ولا 1500 درهم الله المستعان هذا موضوع اخر واخ يلا غادي نرجعوا لمباراه الرجاء البيضاوي مباراه كاس العرش امتى غادي يبداو كاس العرش فغتكون يعني في هذا الويكاند هذا الويكاند مباريات حارقه نذكروا بها الوداد البيضاوي ضد الفتح الرباطي الجيش الملكي لا عفوا الدفاع الحسني الجديد امام الوداد الرياضي الجيش الملكي في كلاسيكو اللي حارق امام الفتح الرياضي المحمديه امام الرجاء الرياضي ونهضه بركان مع شباب هواره اذا مقابلات قويه يعني قويه جدا الحد والاربعاء المقبل بحكم ان الوداد يعني عندها مع سان داونز الماتش الجاي مقابلات قويه لا تحتمل القسمه على اثنين اذا تنتمناو التوفيق لكل فرق ولكن تنتمناو بالاخص دوز في اجواء رياضيه ما تكونش خسائر على جميع المستويات خلينا قربنا باش نختموا مابقاش لينا بزاف اشنو كان الفار اشنو قال الفار بسرعه خبر بسرعه ونمشيو للخبر الاهم المنتخب المغربي قرعه كاس افريقيا اقل من 23 سنه اللي هي مؤهله الى الالعاب الاولمبيه كي تجيك المجموعه اللي فيها غانا والكونغو وغينيا مغربي فافوري فافوري غانا راه قاصحه الكونغو قاصحه سيدي الدراري الدراري غادي يهبطوا لو 23 راه الدراري يلعبوا لا كوب دي موند كانوا مع هذو هما بعض المعلومات اللي بغينا يعني نقولوا هذه هذا هو الفولتاج اللي عند المنتخب المغربي قالها عصام الشرعي قال باللي يعني فوز القجاء يعني ذكرها باللي سبعه ديال اللاعبين اللي كاينين في ليكيب ا غتكون يعني في لي 23 المشكل بعدا سي لونترينور اكسبيرمونتي راه شتي لي ماتش اميكو دونك حنا رجعنا للبوان دي ديبار واش في المغرب ما كانش دي بون زونترون يترينيو ليكيب اولمبيك جيب واحد من بلجيكا تنعرفو انا غادي نهضر ابون نو سميتي انايا تروزيام اونترونور ما كانش شي كرون اونترونور كان عندي اسيستون ما عمرو ترينا شي فرقه دابا المدرب اللي شاد المنتخب عصام الشرعي امام بلجيكا واخا باش نحطوا النقط على الحروف يفهمنا الجمهور دابا المدرب اللي شاد المنتخب تحت 23 سنه اي 23 اللي غادي يلعب كوب دافريك لحسن الحظ انها منظمه في المغرب وتلعب في الرباط وطنجه لحسن الحظ انها منظمه في المغرب اذا الجمهور الى جانب المدرب هذا من حد المدرب تتقول لنا ان هذا المدرب اللي شاد لينا المنتخب الاولمبي هو اصلا تروازيام اونترينور في بلجيكا بلجيكا اسيستون اسمح لي يعني شاهدنا يعني لي ماتش ميكو اللي كانوا من غير يعني التعثر ديال هذا كانوا يعني دي ريزولطا اللي مزيانين كوت ديفوار وي خسرتي المباراه الاولى ولا راس لي راس زوتر ايكيب مويان وي تحيا مع السنغال تحيا مع غانا نيجيريا سري اوتر شوز ايمن طوغو اوزباكستان يعني هذوما اللي كانوا لي ماتش اميكو ديال المنتخب اقل من 23 سنه اوزباكستان ماشي سلامي كان انترنور ديال ليكيب ناسيونال ياك عموتا كان اوسي انترنور ديال ليكيب ناسيونال ياك دابا تنهضرو لي اي 23 هي اللي كانت المحلي باش نقول اللي كانت تحيدات واحد الوقت يعني بلسان فوز القجع وعاوده ترجعات وي عموتا شامبيون دافريك ياك مع الوداد شامبيون دو ماروك سلامي شامبيون دو ماروك بينو بلي عندهم لا كاباسيتي ترينو هذيك الفرقه
ما تجيب ليش واحد بلجيكا ما تجيب ليش واحد ببلجيكا ما عارفش الافريكي راه بريمير ماتش مع كوت ديفوار شتي ما عارفش الافريكي باش تروازيام اونترينو انا هذه اللي ضراتني في راسي سول انا باش تقول شي حاجه غريبه لا ماشي كذبتك كيفاش نجيبوا حنا واحد تروازيام اونترينور في بلجيكا ونجيبوا منتخب البروبليم اللي عندنا اون ديريكتور تكنيك بلج لا لا اون ديريكتور تكنيك بلج الكوني لي زوتر اونترينور باش يجيبوا مغربي من الهي زعماك اميرو اخويا عندنا لي زونترينور هنا في المغرب حسن من هادو وهنا غنرجعوا للثقه يعني على لي زونترينور المغاربه اذا عندك نوتر تشوف ليكيب ناسيونال تتشوفش محليين عندك غير شيبه دابا من لي ريست من برا واش هادوك الناس اللي في لا فيدراسيون ما عارفينش لي زونترينور هنا كاينين زكريا عبوب سي بون اونترينور الحيمر الحيمر سي بون اونترينور صح دونك سكيتي ان بون اونترينور سكيتي بيان بون كركاش كركاش ان بون اونترينور كركاش بون اونترينور هلال الطير هو غادي مع طنجه وشده في عز الازمه دابا عمر نشحي دابا خويا حسين ملي تنهضر انايا تقول لك عاوتاني تيكريتيكي لا انا كنش دو كريتيكي جو كريتيك لو 23 وخطبت 7 ولا 8 راه خاص كان اونترينور اللي غادي كادري هذوك لي جوار وهاد النقطه اللي ذكرتيها عبد الله ناصر هو هاد كيفاش يكادري لو جوار قال لك دائما هو في اتصال مع يعني الناخب الوطني وليد الركراكي ودائما يعني كيستعين يعني بال يعني بالتجربه ديالو داكشي دونك هو اللي غادي يعطي القائمه وحنا نجيبو اونترينور ونخلصو ويبدا يخدم بالتليفون مع الركراكي كان حل واحد وطراد بالبرازيل لونترينور ناسيونال يهبط سي 23 كاليفيون سي تو ايوا انا كان يبدا يتناقش معاه في التليفون شنو ندير اسمح لي على اي هذا بالنسبه لاي 23 خليني نقول حاجه وحده بانه هذا الكاس افريقيا المنظم في المغرب مؤهل للالعاب الاولمبيه شحال بين الالعاب الاولمبيه عافاكم على مستوى كره القدم 20 عام بحال هكاك غبنا عليها كثير شهر 84 اخباري سيول غبنا عليها كثير المؤكد اننا غبنا عليها كثير الالعاب الاولمبيه واخشى الا نكون فيها واخشى الا يعني كوف دافريك اللي كانت في 2011 هنايا مع المنتخب اقل من 23 سنه اللي كانت كذلك مؤهله من بعدها يعني غياب تام نهائيا فاش كنا كان يعني فيس شامبيون الى عقلتو مع المنتخب ديال الغابون الا كنتو كتعقلوا على هذا الفينال هذا في 2011 ف يعني غياب شبه للاسف شديد خلينا فقط نقولوا بانه المشاهدين الكرام واي مسؤول تيسمع لينا في الرياضه المغربيه كما بغى يكون احترامنا للجميع بدون استثناء احنا الاحترام والتقدير لا يمكن ان ينفصل في كلامنا ابدا احنا فين ما تنتكلموا والكلام مرفوق بالاحترام والتقدير لاي كان ولاي اسم كان ولكن من حقنا ان ننتقد بصفتنا الإعلامية وبصفته خبير كروي بصفته لاعب دولي من حقنا أن ننتقد وننتقد باحترام وتقدير فقط من أجل الرياضة المغربية والكرة المغربية حيث لا ما انتقدناش حنا شكون اللي غادي ينتقد هذه الكرة المغربية إلا قلنا اللهم إن هذا منكر شكون اللي غادي يقول اللهم إن هذا منكر حنا اللي تنقولوا برافو زيدوا القدام راه غادي مزيان كيف ما تنشكروا القجع ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه شكرنا القجع في هذا البلاطو لان السيد يقوم بعمل جبار على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى القيمه الكرويه في السوق في يعني على مستوى العالم والاتحادات الافريقيه والعالميه والعربيه هذا حقه تنقولوا ليه تستاهلوا صافي حتى واحد ما يتقلق علينا نمشيو واش يجيبوا كلشي الدراري الدراري ديال برشلونه الدراري ديال اتلتيكو مدريد الدراري ديال باريس سان جيرمان الدراري ديال موناكو هذه المناسبه نعم واخ نمشيو لمنتخب اخر مهم جدا اقل من 17 سنه الايديسات اللي تلعب الان كاس افريقيا بالجزائر هي كذلك مؤهله لكاس العالم المنتخب المغربي في مجموعته ضد جنوب افريقيا وضد نيجيريا وضد زامبيا قال الكلمه ديالو قال بحق نحن اشبال اسود الاطلس بدون استثناء او بدون اي شك جنوب افريقيا ربحناها أو ربح المنتخب 2-0 وما أدرك ما جنوب إفريقيا قلنا ضربة حظ مشينا لنيجيريا اللي منتخب قوي 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 جدا أنا أتفرج في الماتش قوي جدا خطير جدا تتحلف بأن هادو ماشي الأوديسات ديال نيجيريا
تبارك الله كونديسيون فيزيك تاكسيك الى اخره مستوى تقني كبير عند اللعبة، ولكن المنتخب المغربي استطاع انه يربح بواحد لصفر. وخليني نقول لكم ان الهدف ديال المنتخب المغربي تسجل في الدقيقه الاولى او الثانيه من اللقاء وبقى محافظ على الرباح الى نهايه وما سهلاش، وكان البريسينغ وكان كان 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 واحد كان واحد الشراسه وقتاليه عند المنتخب النيجيري ولكن ما استطاعش. المقابله الاخيره امام زامبيا خسروا بجوج لواحد، ولكن علاش خسروا؟ لان شيبا خرج فرقه ودخل فرقه، راه دخل راه تقريبا 10 لعابه جداد قال لهم جربوا حدكم وميم طون يشوفهم الى اخره. مزيان عبد الله، كي جاك المنتخب المغربي اقل من 17 سنه فافوري فافوري الربع النهائي راه عنده مع الجزائر يوم الاربعاء الفرقه اللي لعبت دانيير ماتش على الساعه 8 الفرقه اللي لعبت شت الجيري هذا موعد مهم شت في التاريخ. علاش؟ لانه هاد الشباب هادو يعني محتاجين انهم يتكاليفيو لا كوب دو موند، وانك تكون كتلعب في فئه يعني عمريه صغيره لا كوب دو موند، هذا هو المستقبل ديال الكره المغربيه. الجيري الجيري تفرش الجيري يعني يسون فابل داد الكونغو ولا الاربيط اللي عاونو دونك ليكيب ا اللي لعبات لي دو بريمير ماتش لعبات مع الجيري خاصها تكون خاصنا نضربو ب 3 4 0 ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في ربع النهائي. في ربع النهائي فقط نقولوا للناس بان ربع النهائي هذه المقابله اللي كنا نهار الاربعاء مع 8 كما عطاتنا ايمان الموعد انها مؤهله لكاس العالم. في حاله ما المنتخب المغربي لا ربح الجزائر مشى للدومي فينال صافي راه دايز لكاس العالم، وهذا ما نتمناه. وليدات تبارك الله ناضجين كرويا ناضجين، وخا 17 سنه واقل كرويا ناضجين. شيبة تبارك الله عرف يتعامل مع هذه الفئه ومشى مزيان. لا بليز امبورطون ما خصناش نديرو بحال اللي درنا في لاكوب داراب نتحنا مع الجيري لا بريسيون على الدراري خاصك لا عندك لي كاليتي بينتي دو ماتش صعاب سود افريك نيجيريا بينتي عندك والحارس يعني كان حاضر في ال في عندنا بون ايكيب. لا عندنا بون ايكيب اللي كانت في الجيري عندنا بون ايكيب واني كما قلت مور هاد الدراري كاين دراري اخرين في اوروبا اللي ما جاوش راه سته ولا سبعه اللي ما جاوش من اوروبا ما كلامش فرقيهم دونك الحمد لله لا جينيراسيون جايه. وتنظن كنظن انه كما ذكرت حسين يعني موعد مهم جدا لهاد لهاد الشبان هادو، لانه فاش كتكون عندك يعني اقل من لي او 17 زعما يعني اقل من 17 سنه وغتهز لو مايو يعني غتدخل لكاس العالم راه في حد ذاته هذا تشريف، وهما الكارير ديالهم يعني كلاعبين غيشوفوهم بزاف ديال الفروق يعني مستقبلهم يعني باذن الله مضمون. سي امبورتون سي امبورتون صح مهم جدا. كلاسيك كاتريام مونديال في لاكوب دي موند ماشي كاتريام في الكاتريام في الكوب دي موند دونك دابا خاص لي جون اوتوماتيكمون تما يتكاليفاو دابا سي ان اوبليغاسيون باش الخدمه تبان. وكما قلت انا ضد الجيري سي اون جوار في ليكيب اللي لعبات لي دو بريمير ماتش ما عندناش مشكل ان شاء الله ما كنديروش الضغط عليهم، ولكن كنتمنوا انهم يعني صحيح حنا اللي تنتمناو ان كور ان تكون هذه المباراه هذه تكون مباراه كرة القدم ماشي مباراة سياسية عافاكم الجزائريين الله يجازيكم بخير ماشي مباراة سياسية هي مباراة كرة القدم الوداد باقيين صغار لا تحملوهم ما لا يحتملهم. اللي ما فهمتش انايا اولمبي اراب وماسيون بي اراب وتتجزع سود افريك تتجزع نيجيريا ضد رغم بدات تطرد شي اخبار ما عرفتش مدى صحتها قلبت عليها بزاف، ولكن على اي هناك من تحدث عنها قال لك بان شي درون كانت طالعه فوق طالعه الفوق وشيبه والوليدات تيبريباريو كذا قال لك تجسس اي حاجه يعني ممكن العسكره شوف كما قال لك تتجسس عليهم على الخطط ديالهم كيفاش دايره في الطر قال لك شيبه يوقف لونتريمون حسب ما يروج. بغينا نتاكدوا من الخبر ما لقينا اللي اكد لنا الخبر، ولكن تبقى بين قوسين في اطار تحفظ هذا الشيء ما يروج، ولكن لا نستغرب على عسكر الجزائر. يلا تنهضر على لي زونترينور دابا عندك انترينور دوز ليكيب ناسيونال دوز لا بريسيون دوز كلشي راه مهمه التجربه ديالو دوزها للدراري ديالو. نعم صح صح وتا هو تا هو سور لا لين اللي تري كالم اللي كالم وخدام مع الدراري تري كالم وتا هو يعني عنده واحد الجانب ديال لا كوميونيكاسيون مع اللاعبين كيوصل الفكره بسلاسه يعني صح. يلا تنهضر لي زونترينور شيبا سي بون انترينور كفء بالفعل دونك الاي 23 علاش ما مشاش الاي 23؟ واصعب حاجه تعمل معاه هي هذه الفئه ديال الاي 17 صعبه جدا لانهم اطفال تقريبا اطفال في المراهقه مراهقين صعيب تعمل معاهم كيضغطوا بحال ولادو. نعم صح صح صعيب صعيب بزاف صعيب باش الدري 17 عام تقول له الدري ديال 20 عام تقول له يا فلان
صافا ولا صافا با خاص تخدم ما ديري حتى 17 خاص تهضر معاه تكومونيكي معاه وكيفاش هذا غيكون في البون دو توج وكيفاش انت غتكون تيتولير يعني بزاف الامور يعني صحيح صحيح يلا تنتمنوا التوفيق لمباراه الربع ضد الجزائر اللي منتخب المغربي تحت 17 سنه يوم الاربعاء مع الثمانيه ان شاء الله غادي تكون مباراه تاريخيه ان شاء الله حتى ان التوقعات هناك من الاعلام الجزائري بانه غادي تكون ارقام قياسيه على مستوى هذه المسابقه في تاريخها على مستوى الحضور الجماهيري رغم انه هو الكوب دافريك في الجزائر ما كاينش ارقام ديال الحضور الجماهيري دليل وين في المباريات الاولى ما كانش يعني جماهير ولكن هذه المباراه تنبؤوا بان الرقم القياسي غادي يكون او التذاكر تباعوا ميم دون التلفزيون تهضروا شحال المغرب نعم حشومه للاسف شديد للاسف على اي اعتدنا ذلك على الجزائر والاعلام الجزائري الحكام الجزائر وعسكر الجزائري انا ما استغربش ان الدرون تكون الفوق ديال لونترينمون ديال سعيد شبع مع وليداتو انا ما استغربتهاش رغم انا بغيت نتاكد من الخبر قلبت على مصادر كلشي تقول لك لا علم لنا ولكن ما استغربهاش بحكم تصرفات عسكر الجزائر كلشي تعسكروه كلشي كره تعسكروها كلشي تعسكروه على اي وكذلك تنتبع الاعلام الجزائري من خلال القنوات الرسميه ديالهم الرياضيه كيفاش يتحدثوا على المنتخب المغربي او الفريق المغربي ديما تقول لك فريق الخصم هذه ماشي مره ماشي جوج ما تيقول ما يقولش لك ما تقدرش يقول رجاء فريق الخصم وساطع فريق الخصم وانتصرنا على فريق الخصم او انهزمنا امام فريق الخصم شاهدناها يعني مع لي فار الجيش الملكي لي فار للاسف استطاع فريق الفار للاسف يلا كنا بغينا نتكلموا على الرجاء البيضاوي وقيلا نتكلموا عليها في واحد جوج دقائق جوج دقائق للاسف الرجاء البيضاوي فريق العالمي الفريق اللي عنده اكبر نسبه اكبر عدد مشاركات في كاس الانديه للعالم الكاس العالم للانديه بتجربه كبيره على مستوى الالقاب الافريقيه الى اخره الى اخره الى اخره في اخر المطاف تلقاو الرجاء البيضاوي يعيش واحد المخاض عسير جدا استقاله الرئيس هكذا تستقال نتائج هزيله جدا البطوله الحاضر العصبة الحاضر بقى عندهم المخرج هو كاس العرش لان كاس العرش لا فاز به الرجاء الى فاز به الرجاء الى فازت اي اهلها لكاس الكونفدراليه الافريقيه وباقي يعني حتى الكوب دافري كوب داغاب يعني كاس العرب كاس العرب امام هذه المشاكل تيبان لي كل شيء صعب على الرجاء عبد الله قلتها قلتيها ديبي سيزون كان مثل ديجا لي ريكروتمون بدا جوج مزيان دوفو بريزيدون جا قلتي ما تفهمش في الكره قلتي البدراوي ما تفهمش في الكره قلتها في هذا البلاطو قلتيها و ماشي الفلطه ديالو هذا تقولها ماشي الفلطه ديالو هادشي اللي طاري ماشي الفلطه ديالو الناس اللي جابوه الناس اللي فوطاو عليه الناس اللي داروا به الناس اللي داروا به خاص يديفوندو الفرقه مابقاتش رويس رويس ولا بنتي قلت هذاك النهار اسمح لي اسمح لي اخويا اسمح لي يلاه نجي كراف فواتور نقول لهم انا جيت لا سيري لي لا نيفا شاد فرقتو عارف شنو تيدير قبل ما يدخل بريزيدون راه كان 4 ولا 3 مع اكرم كنتكلموا على التجربه يعني التجربه حتى الناس يضربوا بها ايمان هو راه قالها يعني اسمح لي قطعتك ناصر بانه شفت احدى يعني الخرجات الاعلاميه ديال عزيز البدراوي وقال باللي انا جيت صعيب انك تلقى ناس مجربين وانت يعني مشاو كاع هذوك اللي كانوا اونطوغي بيك مشاو كيفاش غتحط لي سي في بناس مجربين في عالم ديال كره القدم وهو نهائيا ما عنده حتى شي يعني تجربه في عالم الرياضه شوفي انا جربته انا لافير بنزا تقولها سور البلاطو بنزا تفاهمنا معاه خو بينا خو بي انا للاسف دونك هذا نوع من التسيير اللي ما خصوش يكون دونك اش بغيتي تجي بريزيدون اش بغيتي ماشي تجري على هذا وتجري على هذا وتجيب سبونسور ما تجيب هذا وتدير السينيه وتبدل الفرقه ديال 90% وتصريحات غريبه كانت تصدر على البدراوي مي هضروا على بتولي انا جلست معاه وانا نقولها له وانا نقولها فاس في التلفزيون جلست معاه قلت له غوبا بتولي وستيران الاخر اللي مشى كنت نقول سميتو بلو ديفونسور
واحد السماير راه مشى حتى هو مشى راه بعض اللعبه مزيانين نحيدهم حيدتي مشي ورفلي مشي ورفلي كاطر جو كاطر جو الميليتير حيدتيهم كانوا لي بيليا ديال الفرقه بيليا حيدتيهم حيدتيهم جيتي جبتي اللعابه هذيك ديال طنجه ما عندوش النيفو جبتي دونك البروبليم الفيروس نتاع النهار الاول وزادوا فيه خلاوه وصحيح وصحيح هو الاساسات ديال الرجاء البيضاوي كاين اساسات على مستوى ميليو التيران وتوزيع توزيع اللاعب وهذا اللي غادي يلعب الفرقه كما تنقولوا متولي لا لا كنحاول كنحاول تنكسر على العرجون العرجون ملي تتحيد العرجون كاونكاسور تبارك الله ما شاء الله تتحيد متولي كصانع العاب تتحيد امبيتور الوردي حيدتي كلشي بزاف ديال اللاعبين اللي كانوا دي بيليه ديال الفرقه مي كنتكلموا على فريق الرجاء الرياضي اللي غادي يعقد يعني الجامع العام الاستثنائي ديالو في لو 26 ماي 26 فهاد الشهر هادي يعني والاستقاله ديال المكتب المديري وكذلك ديال الرئيس غنتكلموا على واحد النقطه هي اللي بغيت يعني نطرح لك كسؤال عبد الله ناصر دغيا مي كتشوف فريق الرجاء الرياضي ما كنتكلموش على البدراوي كنتكلموا على انيس محفوظ كنتكلموا على بودريقه كنتكلموا على يعني اربعه او خمسه ديال 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 المسيرين اللي دازوا فريق الرجاء الرياضي فهاد سته يعني فهاد ثمان سنوات الاخيره انت كيفاش كتشوف هاد النقطه هادي ديال التغيير ديال شوفي يعني ماشي غير بدراوي هو اللي يعني فهاد الكاس شوفي راه كتشوف لي زاديرون راه واحد البرنامج مع منير اوبري داز دوز زاديرون دازوا عنده اير ولا فونتير تزادوا انا ديرو تقول لك حنا مجامعين سي با فري سي با فري لي زاديرون بيناتنا مضاربين انا تقول لك سير هذا البلاطو خص بودريقه يرجع خصو يرجع لا على اي لا انا نقول انا نقول علاش باش ما يقولوش لا 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 عافاك سي با فري بودريقه لا سي عبد الله الناس يعرفوني الناس يعرفوني مهما يكون مهما يكون واللي بدا المشكل هو يقدر يصلح المشكل ديالو فوالا الا كنتي باغي الا كانت هذه الشوفه ديالك انه دار مشكل خصو يفكو هو اللي خلى المشكل هو اللي خلى بالمشكل هو اللي يقدر يفكو صافي خليها بحال هكا لان ما بغيناش يجي شي واحد يقول لك تدفعوا بودريقه انتم مع بودريقه حنا ما حتى شي واحد شوف الناس يعرفني الناس يعرفني انا بودريقه عندنا ان استوار انتيسيدون مع بابا توندي وداك الشيء واني خلاها دار لا ميزير يجي دابا تقول هو دار المشكل هو دار المشكل يشوف المشكل ديالو المشكل واخا على اي حنا اللي تنقولوا بانه ما ستفرز عليه عليه الانتخابات داخل مكتب الرجاء البيضاوي هو اللي غادي يجيب الرئيس لا هذا ولا ذاك مهم حسب المعلومات اللي توصلنا بها انه كاينين اربعه الان ديال المرشحين لقياده الرجاء البيضاوي اسم جديد ينضاف رجل الان مليونير وهذا ينضاف ولا تدخل عنا هاد ان مليونير حتى البدراوي جاب ان مليونير وغادي ندير وغادي نبدل ونحيد الكراروس وغادي نرجع لكم الرجاء ياسين خصهم 5 المليار حطوها سير الطابل هي الاولى حيدوا لي دات ديالهم شحال دابا تقريبا 5 المليار خصهم يجيبوها معاهم 5 المليار المجموعه خصها تخلص خصها تخلص خصك تبدا بهذيك هي الاولى صحيح على اي الرجاء البيضاوي للأسف الشديد يعاني وما أدراك ما الرجاء البيضاوي ملي تنقول الرجاء البيضاوي تنتكلم على كرة مغربية ملي تنتكلم على الكرة المغربية تنتكلم على الرجاء البيضاوي الوداد البيضاوي الجيش الملكي الفاتح الرباطي بمستويات أخرى تنتكلم على حسنية أكادير تنتكلم على أنا نهضة بركان باش نكونوا صارحين باش ما تقلقوش علينا الفرق الأخرين راه الكرة المغربية على المستوى الإشعاع القاري والإقليمي والدولي راه محصورة عندنا في واحد الأربعة الفراقي ولا خمسة أربعة غنتكلموا على الجيش غنتكلموا على بركان غنتكلموا على الوداد غنتكلموا على الرجاء لا بغينا نتكلموا وحنا تنهضروا مؤخرا ما تنهضروش من الأول إلا بغينا نهضروا من الأول نجبدوا فاس نجبدوا حسنية أكادير نجبدوا الفتح الرباطي لا خلينا حنا تنهضروا دابا حنا هاد السنين القليلة واحد عامين ثلاث سنين الأخيرة تقريبا أربع سنين كاع راه هاد الربعة واش عباد الله هادي بطولة صحية هادي بطولة صحية اللي تتلقى فيها ربعة الأفراقي هي الممثل القوي للكرة المغربية على المستوى القاري والإفريقي وتجي تتلقى عندها بحال الرجاء وحدة فيهم بحال الرجاء البيضاوي الحضيض على المستوى المادي دازوا عليها ست الرؤساء في 8 سنين ما يمكنش فرقة دازوا عليها ست الرؤساء في 8 سنين تمشي لقدام ما يمكنش اذا الخلل يعني ما يمكنش تنجيو للوداد تلقاو في عام واحد دازوا على اربعه المدربين ولا ثلاثه للاسف ما يمكنش
هادو راه الفروق الكبيره زعما اللي تتمثلنا، ونهضروا على فروق اخرى والعكس، ولينا تنشوفوا فرق اخرى وقيله اكثر استقرارا. بالفعل ملي كتذكر التوارقه، ملي كتذكر السواليم، ملي كتذكر يعني هادو اللي يلاه طلعوا من الدوزيام ديفيزيون كتلقاهم يعني مستقرين. وعزمام راه استاذ ماروكا ان شاء الله هما طالعين حتى هما، دونك الرباط يكون عندها كاتر ايكيب. ملي كنتكلموا على الهوات كنقولوا النادي المكناسي، كنذكروا يعني بزاف ديال الكوكب يعني اللي على اي تجاوزنا بزاف الامور يعني تجاوزنا الوقت والكثير ما يقال. فريق الرجاء البيضاوي لا تليق به الوضعيه اللي تعيشها حاليا، وهذه الوضعيه كما لا نرضاها للرجاء البيضاوي، لا نرضاها لا للوداد لا للجيش لا للفتح لا للحسنيه لاي فريق من فرق النخبه، لا نرضاها بتاتا. لماذا؟ لان فرق النخبه تمثل الكره المغربيه اللي تتجه لها الانظار العالميه، فبالتالي عفاكم البطوله المغربيه تكلاصت واحد الوقيته من بين احسن البطولات على المستوى الافريقي. خليني نقول لكم واحد الكلمه، انا راه صادق في كلامي ويتفق معي عبد الله وهي باش غادي نختموا. تكلاسينا واحدة من أحسن البطولات على المستوى الإفريقي، ولكن عرفتوا علاش؟ حيت أغلب البطولات في إفريقيا مفلسة. الواقع أنا ما نكذبش عليكم، ما نقولش لكم واه حنا واعرين، عندنا الرجاء وعندنا الوداد وعندنا الجيش وحنا ما عرفت فين وصلنا، لا، غير المنافسة ضعيفة في إفريقيا، لأن ملي تطلع على البطولة المالية كارثة. تطلع على بطولة بوركينا فاسو كارثة، تطلع على بطولة معرت نيجيريا، تطلع على بطولة أخرى راه الحضيض. إذا عادي أنك تكون أنت أبرز بطولة إلى جانب البطولة التونسية والمصرية والجزائرية، عادي تكون الأبرز. كون كانت تنافسية في البطولة الإفريقية الفرق الإفريقية تنظن أننا نكون مكلاسين إما الوسط ولا واقع. هذا واقع، هذا واقع تنتكلموا. واش فرقة في فرق النخبة ما عندهاش تيران تتلعب دائما على التيران الاخر؟ واش فرقة ما شعلش ليها الضوء تتلعب تتقول لك لا انا لا ما شعلتوش ليا الضوء غادي نتسحب من كأس العرش، وما ادراك ما رمزية كأس العرش؟ واش فرقة عندها مشكل في التسيير وعندها الحياحة وعندها وعندها عندها مشكل غير في الكار ما عندهاش باش ديك البلاصه؟ اذا راه غير حيت ما كايناش منافسه في افريقيا تنتكناسوا من احسن البطولات في افريقيا، صح عبد الله ولا لا؟ هادشي اللي كاين عليه. يلا نلقاكم ان شاء الله الاثنين المقبل 100% فار دائما مباشره على قناتكم الفضائيه شاده تي في. شكرا لكم، شكرا عبد الله، شكرا ايمان، شكرا لك. يلا يتجدد موعد الاثنين الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.